توا الناس كل يحكيوا على وزاره الداخليه وزاره الداخليه وزاره الداخليه. راهو الداخليه دورها هام جدا. الشعب التونسي شعب تونسي صعب مش سهل صعيب، شفنا احنا كيفاش تونس كيفاش وقعت ما وقعتش. شنو هو دور الامن؟ شنو هو دور المواطن؟ توا ساعة تبقى حوايج كبيرة، انسان مجرم او انسان نص سرق ولا عمل حاجة خايبة، باش يعيطوا له يقولوا بلاش عملتها وسيبوها، ثم اسلوب عمل. ما نحبش نمشيش معك في التورتيور خاطر مش باهية، بس ساعة الامن ولا السلك الامني هذا يتلز برفوا كيما في العالم كامل. راهو شوف انت في امريكا في العالم كل عندهم اسلوب تاع خدمة، بيدامون يلزم واحد ينقص من التورتيور ونقص من الضرب، اما ثم اسلوب يمكن اسلوب اخر يتعلموه ولا يحفظوه، لما تاع التورتيور بيان سور، اما راهو عمل ساعة مش سهل. مش الانسان باش يقر باش يعمل حاجة خايبة ولا اجرام ولا قتل ولا حاجة، راهو ديما يحط واحد بقعة الانسان هذاك. احنا نتفرجوا من لو كان انت عندك عائلتك وقعت له وقعك هكا، لو كان انك بوك ولا امك ولا اختك وقال لك هكا، شكون تقول؟ ديما احنا نقولوا متفرج ديما فارس.